después de este partido, como hicimos todos los partidos, tratar de ganar los tres puntos. خرجنا نلعب في هذه المباراة بنفس الطريقة اللي نلعب بها كل المباريات بحثا على النقاط الثلاث. البارتيو سيو كما لو بنساو نوسوتو تينيندو لا بيلوتا اي جو جواندو رابيدو ان اتاكي. المباراة لعبت بالشكل اللي كنا يعني كنا نشوفه من قبل انه لعبنا على الاستحواذ والفريق الخصم لعب على المرتدات السريعة. جو كرو كو بريمير تيمبو في باريخو. يظن المدرب ان الشوط الاول كان متساوي بين الفريقين. بيرو اونا ديفيرينسيا انتري لوس ايكيبو. que Itifak vino a jugar una final, nosotros estamos jugando un partido. الفرق اللي كان انه اللاعبين الاتفاق دخلوا مباراه يلعبون يعني شكل مباراه يلعبوها زي مباراه فاينل واحنا كنا نلعب مباراه في الدوري. Eso fue lo que corregimos en el primer tiempo, tratar de poner los jugadores poner más actitud, saber que ellos estaban corriendo mejor la cancha que nosotros. هذا الشيء اللي كنا وصححناه بين الشوطين، تحدثنا مع اللاعبين انه لاعبي الاتفاق يعني رغبتهم اكثر، حضورهم اكثر، لازم نكون احنا رغبتنا اكثر. Fue muy importante también que Beniato jugara cerca del área. كان مهم جدا كمان في هذه المباراة انه اللاعب محمد بنيطو يلعب قريب لل 18 او داخل الصندوق. Pero el equipo cambió la cara el segundo tiempo, jugó muy bien, atacó, tuvo muchas chances de gol. نشوف مدرب ان الفريق في الشوط الثاني كانت محاولاته التسجيلية بشكل اكثر، هاجم بشكل اكثر، حضوره كان قوي. Yo creo que nosotros ganamos un partido merecidamente. يظن المدرب اننا فزنا في المباراة عن جدار واستحقاق. Yo creo que si tuviera al lado de Itifak serían con muy poco. Yo creo que merecía más Itifak también. Y don المدرب كمان فريق الاتفاق كان يستحق نتيجة أحسن. La diferencia que tuvimos fue el segundo tiempo jugamos mucho mejor. الفرق اللي كان في المباراة أنه في الشوط الثاني تحسن بشكل أكثر ولعبنا بشكل أحسن.